عليكم ورحمة الله وبركاته. بين يدي هذا الكتاب اللطيف في 187 صفحة تقريبا لشيخي وقرة عيني وأستاذي المحدث الدكتور ماهر بن ياسين الفحل، مد الله عمره على طاعته ونفعنا الله بعلومه. الشيخ ماهر الفحل بدأ هذا الكتاب قديما ومرت عليه مآسي وأحزان وبلايا وغربة في أثناء تصنيف هذا الكتاب. هذا الكتاب صغير الحجم عظيم الفائدة، تكلم فيها الشيخ عن معاني الصلاة وأهمية الصلاة كما هو ظاهر أمامكم في الفهرس الآن. تكلم عن مواضيع مهمة جدا، تكلم عنها بأسلوب سهل وسلس يخاطب فيه عامة الأمة قبل خاصتها، كلام علمي رصين سهل فيه الأدب والبلاغة وسهولة العبارة. فتكلم الشيخ عن أهمية هذه الصلاة ومعاني الأذكار والأدعية في الصلاة، وكيف يعني الإنسان يستشعر هذه الصلاة استشعارا طيبا، وكيف يفهم الصلاة ويصليها حقيقة، وأهمية هذه الصلاة للمسلم، وذكر فيها الأدلة من الكتاب والسنة والنقول والآثار عن السلف وبعض النقول عن المتأخرين. فالكتاب من إصدارات دار الميمنة، وكتاب أوصي به الجميع أن يقرأ هذا الكتاب. الحقيقة الكتاب جميل جدا ويناسب جميع الطبقات من الرجال والنساء.